إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس. حالة ديال اختفاء غامض ديال الطفل اللي يبلغ من العمر تقريبا 12 سنة، يعني طالع في 12 سنة، الأب ديالو كيبحث عليه، يعني مخلفين قلب عليه، مخلفين قلب لمدة أزيد من 9 أيام وكيقلب. للأسف الشديد ما بقاش بان له الآثار، اختفاء غامض، الأب كيتساءل فين مشى ولدي. مجموعة من التفاصيل أكيد الخطيرة اللي غيكشفهم فالمغاربة، الله يجازيكم بخير، ملي كتكون شي حالة ديال الاختفاء فأنا كنطلبكم باش أنكم تبارطاجيو على أوسان نطاق هذا البث المباشر من أجل أننا نقدروا نوصلوا بشكل مستعجل، لأن الطفل قاصر في عمره 11 عام 12 عام، يعني طالع في 12 عام ياك، شحال مازال له يكمل 12 عام؟ شهرين غيكمل 12 عام. فالله يجازيكم بخير المغاربة اللي معنا في البث المباشر يبارطاجي على أوسان نطاق. فمسكن في المنطقه ديال نارجيس، كيفاش غيكون يعني النفسيه ديال الاب ديالو؟ فهو في حاله هستيريه يبحث، مخلفين قلب، طرق جميع الابواب، للاسف لحدود الساعه لم يتم العثور على زيد. زيد يبلغ من العمر 11 سنه، طلع في 12 عام، متابعينا الكرام، من المنطقه ديال نارجيس. اللي شاف هاد الصوره يتصل بالاب ديالو، اكيد هو غيحكي لكم على الظروف ديال الاختفاء ديالو، كيفاش اختفى، كيفاش الطفل قاصر غيختفي بهذه الطريقه هذه وبهذه الظروف. الصوره والملامح ديالو واضحه، وانا نتمنى التفاعل مع هذا اللايف، لان يعني غادي تساعدوا الاب ديالو في العثور على الابن ديالو. السلام عليكم سيدي، تبارك الله عليك. وعليك السلام تلا خويا. سيدي قدم لينا نفسك وحكي لنا على الظروف ديال الاختفاء ديال الابن ديالك. شكرا خويا على اختك. توفيق الابراهيمي كيبحث على ولده زيد الابراهيمي. نعم. لانه مشى في الصباح، مشى للمدرسه، صدق غيب، ما دخلش المدرسه، هو بقى كيتساءل مع شي دراري ولا ما نعرفش على برا، منين غيب عند الاستاذ، الاستاذ اتصل بيا. نعم. فاش اتصل بيا قال لي راه شويه الميكرو. فاش اتصل بيا قال لي راه الابن ديالك راه ما دخلش القسم. نعم. المهم هزيت وطلعت تنقلب عليه، لقيته في واحد المدرسه اللي مع جنبه ديال، هو كيقرا في الامان، ولقيته في المدرسه ديال تكساس مع جنبه، متواجد مع شي دراري انا والاخ ديالو. مشينا لقيناه متواجد مع شي دراري واقفين تيتهاودوا، شديته انا ما ديت، ما جبت هذوك الدراري اللي واقف معاهم. نعم. يعني هزيته درته في الطوموبيل، قلت له شنو ما قريتيش؟ قال لي حق راه الاستاذ عنده رونديفو، ما عنده كذا، عنده رونديفو. قلت له يلا طلع، حيت انا ما بغيتش نقول له راه الاستاذ عيط لي شمن رونديفو. وليت هزيته في الطوموبيل، دخلته لعند المدير والاستاذ، واجهتهم، لانه قال له كنت ولدي عندي رونديفو، ما نكونش تنقري وما نعيطش لباك. هي هذه، قال لي صافي خليه يدوز هاد الساعتين اللي بقات. دخلته ودوز داك الساعتين اللي بقى، منين خرج ما ولاش، لانه صافي من تما اختفى، ما عرفتش فين زاد. نعم. ما خليتي فين قلبتي تقتي جميع؟ ما خليت فين ما قلبت. نعم. يعني ماشي بلايص اللي ما عمري كنت ناوي ندخل لهم، دخلت لهم. نعم. يعني شي زعما شي حوايج اللي شي بلايص اللي ما عمري كنت ناوي نوصل لهم، راني وصلت لهم. جوج اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الانسان داك الشيء غريب. مابقاش عندك لربما حتى الوقت باش انك تخدم ولا صافي؟ ما كاين لا نعاس لا ماكله لا حتى شي حاجه، اش من. نعم. المغاربه الان اللي غيساعدوك في البحث على الابن ديالك، شنو تقول لهم؟ الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، الله يرحم الوالدين، راهم حتى هما عندهم وليداتهم، حتى هما عندهم الاخوان ديالهم، واش يبغيوهم يعني يخرجوا لواحد الحاجه اللي هي صعيبه، ويجي يلقى ولده في شي حاجه يعني مسكين، يعني تلقاه ولد عائله وتلقاه متشرد وتلقاه مع هذا الشيء ديال الدراري متشردين، راه هذا الشيء صعيب، راه ما يمكنش ما يتقبلهاش الانسان. نعم. واش الوليد ديالك انت تخسر عليه، كتخسر عليه يعني صحتك ومالك ورزقك كل شيء باش يكون شي حاجه ما احسن، ماشي باش تلقاه ما اكفاس. واش عندك شي شكوك بانه تم اختطافه ولا شنو باش شك، وشنو كيقولوا لك المعلومات اللي ربما اللي غتقدر توصلك لراس الخير؟ لا 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 ما عنديش شك انا في الولد لانه اختطاف. نعم. عندي الشك الولد هرب من المدرسه، لانه ولكن عنده 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 شي دراري الله اعلم كيتمشى معاهم، هما اللي داروا له هذه الطريقه هذه. واش يتعلق الامر بالعمليه الحريق؟ كاين عندك شي وصلتي لهذا الخيط ولا ما كاينش؟ لا 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 ما عمره تفكر في هذا الدري، يعني دري صغير ما عمره فكر في هذا الشيء الحريق، يعني متوفر له اي حاجه متوفره له، ما يعني ماشي اختفى ولا اول مره؟ لا 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 ما عمره لا والو لا لا. نعم. وفي رمضان كان وقعت له واحد الليله، ولكن ما عمره خرج. نعم. في رمضان اللي داز ليله وحده خرج مع واحد الوليد ودق عليه مع السبعه د العشيه 7:30. نعم. صونا عليه قال له حقي يلاه نهبطوا للجهه ديال، نجيب واحد الصخره من الحانوت من الجهه ديال الحي الرياض،
هبطوا تفرجوا تما في الماتش ديال الكره، كان تما واحد التيران صغير تتفرجوا. الولد ما مولفش تيخرج، جا مع داك 7:30 منين داه الولد جلس تما في التيران، دارها دارها ما لقاش داك الولد اللي جابو. نعم. على الاقوال ديالو فاش لقيته في الغد في الصباح قال لك انا منين خرجت ما عرفتش منين نزيد. قال لي واحد السيد داني لحدا الجامع، قال له فين شي جامع، جلس تما في الجامع نعس في الصباح جا للمدرسه ديال خته. منين قال لك منين خرجت قال لك لقيت داك الضو ضربو في عينيه، يعني بحال اللي تلف ما عرفش فين يمشي. دابا الابن ديالك الا مثلا واش حافظ الرقم ديال التليفون ديالك، واش عارف الدار فين كاين، واش الا شافوا شي واحد واش غينعت له الدار ولا ما يقدر؟ لا لا يعرف، راه كيقرا في الخامس دابا، لا يعرف الدار، يعرف التليفون، يعرف العنوان، يعرف كلشي. الا كان كيشوفك الان ولدك شنو تقول؟ كيدخل هو الفيسبوك، كيدخل التليفون، لا ما عندوش التليفون دابا حاليا، ما عندوش التليفون، لا ما دايرلوش التليفون. واخا لا دخل مع شي صاحبه ولا شي حاجه يقدر يولي عادي ماشي مشكل، ولكن يهديه الله يعني باش ما يتمشاش مع دوك الناس اللي هما شويه احتراماتي لكل واحد، ولكن يعني كل واحد وكيفاش. ما عمري انا شفت انا ما مخليش داير الصحاب، ولكن نعم. كيدير الصحاب في الخفاء، اكيد اي ولد كيدير الصحاب في الخفاء، واخا انت ما تخليش يدير الصحاب. انا الصحاب تنقول له هو اللي كنديرو معايا مع جنبي، كنديرو مع اخوه صافي، كنقول له هذا هو صاحب، انا صاحبك خوك صاحبك، يعني ما كاينش. نعم. ولا اله الا الله محمد رسول الله، نتمنوا من الله يجازيهم بخير. دابا الحدود الساعه فين قلبتي؟ ما خليت اي بلاصه، الا قلتي لي فين نقول لك مشيت لها. خرجتي خارج فاس؟ لا المهم فاس، لا فاس خارج فاس. حتى واحد ما كيقولش شافو ما عطاوكش راسك؟ لا عطاوني نهار الجمعه، عيط لي الاستاذ ديالو شافوه التلاميذ قال لك راه جيت جامع ديال المركب. اها. ومنين عيط لي وليت مشيت انا لتما ما لقيتوش. قلبتي تما قالوا لك ما شافوش؟ ما لقيتوش. نعم. واخا خليك نرجع لعندك. متابعينا الكرام، الوليد مازال في عمره 12 عام، هاي الصورة، لأن دابا الآن شكون اللي غيساعدنا في البحث على هذا الوليد؟ هما انتوما المغاربة. السيد راه ما خلا فين، راه حتى تسدوا له الأبواب في وجهه، عاد جا طرق الباب ديال قناة شوف تيفي. ها انتوما شاهدوا معنا، هذا هو الوليد، مازال مسكين قاصر، شنو غيفهم وشنو غي كي غادي يدير يعيش بلا أب ديالو بلا أم ديالو؟ هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني 11 عام عاد طالع في 12 عام. فالمغاربة الله يحفظكم الدراري اللي معايا في اللايف، كل السادة المتبين الأوفياء رأفة بهذا الأب، نتمنى لأنكم تساعدوه في البحث على الإم ديالو، لأن دابا الآن بارطاجيتي أنت اللايف غيكون جالس واحد في القهوة غيبان له الوليد دايز مثلا ولا شي حاجة، غيهز التليفون يعيط الأب ديالو. احنا ساهمنا في جميع فك شفرات هذا اللغز اللي محير الأب، راه ما عارفش دابا تصور أنت غيختفي لك ولدك ولا بنتك وما عارفش راس الخيط فين غيكون مشى، 9 أيام هو كيقلب، فماشي سهل، فصعب صعب على الاب، لانه ليلا ونهارا كيقلب، الناس ما بقاش كينعس، خدمه ما بقاش كيخدم، فماشي سهل. المغاربه الله يحفظكم، انا نامل الخير فيكم باش انكم تبارطاجيو اللي معايا في اللايف. شحال دابا معايا ديال الناس؟ 380 واحد، يعني راه 380 اسره كيتابعوا هذا البث المباشر. لا كل واحد فيكم بارطاجا في 10 الجروبات ولا في 10 الصفحات، فغتوصل لعدد كبير، غيكون هذا البث المباشر غيتشاف مع المغاربه كاملين، وبالتالي ماشي الهدف هو اننا نتشافوا، واننا من الهدف هو اننا نوصلوا هذه الصوره ديال هذا الوليد توصل لجميع المغاربه، ونساعدوا هذا الاب نفرحوه ندخلوا له الفرحه في هذه العواشر وهذا العيد. فنتمنى الصديق تفاعلوا مع هذا البث المباشر. خويا العزيز دابا شنو غدير دابا؟ شنو ندير ديال الله سبحانه، يعني كتنتظر الفرج من عند الله عز وجل. لا اله الا الله. توحشتي ولا كبدا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا خويا ربي معاك، شوف ربي غيدير لك مسلك ديال الخير. كتشوفوا راه الدموع في العين ديال الانسان، ما راه عندما يبكي الرجل راه ما انا براسي راه عيني راه عيني شداتني البكيه. علاش؟ لان انا عندي وليد، انا عندي وليد في عمره 9 سنين ولا وطالع في 10 سنين ما نبغيهش يختفي، وحاس بهذا الاب، راه الكبده هذه راني حاس به، والله الا حاس به راه علم به غير الله، لان ولده شحال هو يربي، شحال هو يقري ويوقف راه ماشي سهل. راه اللي عنده الوليدات راه غيكون كيحس بهذا الشيء اللي وقع لهذا الاب. فالله يجازيكم بخير المغاربه، رأفة بالعباد ورأفة بهذه الأسرة ورأفة بالأب والأم ديال هذا الوليد. ساعدوه بالبارطاج أكيد، وساعدونا من خلال التعليقات ديالكم. اللي شاف أي صغيرة وكبيرة تعلق بهذا الوجيه هذا بهذا الملاك، فالله يجازيكم بخير. الأسرة ديالو في حالة ديال هيستيريا، تبحث ما خلات ساقنت ما قلبتش فيه، راه رجاءها في الله عز وجل، وفي المغاربة غيساعدوها في البحث على الإبن ديالها. ونتمنى صادق لأن يكون تفاعل مع هذا البث المباشر. آخر رسالة أخويا العزيز.
شي ملامح تعطيهم شي حاجه اللي غتساعد المغاربه في العثور على هذا الوليد؟ لا مسكين ما عنده لا زعما شي حاله الخلل في العقليه ولا كذا. دريري واعي، دريري مثقف، يعني غير هو زعيم لانه ما كيعرفش دري صغير، ما عارفش الا شد غير واحد مع جنبه يقول له فين ما بغيت يزيدو، ما يقولوش لا. نعم. انه دري تيزعم. نعم. ولا اله الا محمد رسول الله. ما كاينش كيفربش به شي واحد، شنو كان كيقول لك انت الاب غتكون اقرب منه يعني بطبيعتها، شنو قبل ما يختفي شنو كان عادي؟ لا عادي، ما كاين حتى اشكال. هو كان تيخاف يعني، دار هذا الشيء هذا وما عرفش، قال راني ما غاديش ندخل للمدرسة. نعم. يعني ماشي مشكل، ما يسحبلوش، راه الاستاذ غادي يتواصل معايا ولا. نعم. الاداره غتتواصل معايا. الاستاذ بحال خاف هو. واه منين عيطت للاستاذ واجهته هو والمدير، يعني صافي يعني تيغيب. جا المدير قال لي راه تيغيب وراه كذا. وكان معك هو؟ واه راني واجهتهم. نعم نعم، قرب عندك الميكرو. نعم. منين واجهتهم ديك الساعه خرج هو، قال لي، قلت له غير خليه يدي. جا الاستاذ قال لي غير خلي، قال له السيد المدير قال لي ممكن خليه يجي يقرا ساعتين معنا. قلت له ماشي مشكل. نعم. يعني منين ولا خرج صافي ما ولاش جا، شافوه العساسه تما، جيت الدار في النهار هذا قال له راه جا تما، واقيلا منين شاف السياره حدا الدار ولا كذا كيقول با راه لداخل غادي يضربني ولا شي حاجه. صافي ما ولاش شفتو. شنو تقول له كيشوفك؟ صافي ما يخاف ما حتى شي حاجه، يجي يخدم، يجي يقرا على ريساتو وعف الله عما سلف. ولكن داك الشيء لا، ما خصوش يمشي لي مع الدراري اللي هما ماشي المستوى ديالو. نعم. وشوف زعما لا اله الا محمد رسول الله. كيبقى مسكينه الام دابا ديالك؟ راه الام شنو غادي نقول لك، حاله يرثى لها. هذاك الشيء غريب. لا ماشي غير ام، ماشي العائله كلها. العائله كلها. العائله كلها شي تيقلب هنا شي تيقلب. والاخ راه جاي مسكين من وجده جاي لعندي هنا تيقلب معايا. نعم. دابا مع الاجواء ديال العيد ما عندكش. شنو الاجواء؟ راه ما نعيطش الا ما كانش. اش غندير بالعيد انايا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي معك، ربي غايدير لك مثلك ديال الخير. شوف انا عندي امل بان غيظهر باذن الله. امل بان علاش؟ انا نيتي مزيانه، كنوي الخير وكنتوكل على الله وكنطلب من المغاربه يساعدوا في البحث. قلبنا على وليدات كان اختفوا جوج بنيتات في الطريق تصفروا. وهكا الاب والام كان غيخرج، بقاو فيا بزاف، وكان نداء عبر قناه شفت هذه، لقاوهم في طنجه كيعيطوا لهم ناس من طنجه وكيطلعوا كيجيبوهم ويعني ان شاء الله يكون خير. انا عندي واحد الاحساس غيكون خير ان شاء الله باذن الله، غتفرح في هذا العيد. الله يرضي عليك ولدي زيد، الا كنتي كتشوف هذا البث المباشر، صحابه الا كانوا كيشوفوا هذا البث المباشر يوصلوا له الكلام ويوصلوا له هذه الرساله ديال الاب ديالو مسكين راه غيحماق عليه. راه ما تكون ما تخافش ولدي، ما غيهضر معك ما والو، اجي قرا على راسك وغيتهلا فيك باباك. الله يرضي عليك ولدي. والمغاربه اللي معنا في هذا البث المباشر نتمنى صادقين باش انكم تساعدوا هذا الاب، اكيد مسكين راه مكلوم، راه يبحث ليل نهار وما بقاش يعني حتى الطعام ما بقاش كيدوز له، فماشي سهل. انا حاس بالاب وخا ربما ما يقدرش يصرح بهم، ولكن انا عارف الاحساس ديال الاب. فالله يجازيكم بخير في هذه العواشر، نديروا يدنا جميع المغاربه نساهموا في البحث على هذا الوليد زيد. ها هي الصوره واضحه، انا ما بغيتش نقطع البث المباشر دغيا باش هكا ربما توصل الرساله والصوره، راه واضحه كنظن، واضحه الصوره المغاربه ياك. البارطاج اللي وصلاته الصوره يحاول انه يبارطاجي، يدير واحد التعليق، إلا شاف هذه الصورة يحاول يتواصل مع الأب. هو غيخلي لكم الرقم، راه درناه في العنوان، ولكن هو غيقول الرقم. الرقم ديالك أسيدي اللي بغى يتواصل الله يجازيك بخير. 06 71 01 43 27. شنو تقول المغاربة في رسالة واضحة دابا قبل من الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، عيدهم مبارك سعيد، والله يرحم الوالدين، الله يجازيهم بخير. أنا إلا ما لقيتش الولد اش غادي نقول لك؟ ما لا اله الا الله. يمكن شي حاجه غريبه. نعم. يمكن شي حاجه غريبه. شكوك هذه 9 ايام، ما هي نهار ما هي يومين، راه غريب هالشيء. لا اله الا الله محمد. انت واحد ما فادك ما عطاك راس الخير. لا انا قلت لك اخر المواصلات اللي تواصل معي الاستاذ نهار الجمعه، قال لي راه شافوه الاساسيد، وفعلا طلعت انا والمدير وكذا وسولناهم، قال لك شفناها فين يعني. نعم. ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه. نعم. صافي اخر ما كاين الجمعه. شافوه بوحده. ودا معاه شي فلوس هو ولا ما عنده معاه؟ لا ما دا لا فلوس لا حتى شي حاجه. واخا شكرا اخويا. مشى بشكارتو ديال الكتوبه، مشى هكاك بيه بشكارتو. بهاد البيسه هادي ولا لا؟ البيسه واحده اخرى، تريكو زرق وسروال كحل. تريكو زرق وسروال كحل. نحاولوا نزوموا الصوره مزيان باش يبان. ماشي بهاد اللبسه هادي؟ لا ماشي بهاد اللبسه.
واخا سيدي شكرا. اذا المتابعين بالنسبه للصوره انا كنحاول نزومي باش تبان الصوره باش هكا ربما تسكرينيو وتبارطاجيو، انا نحاول نزومي لكم على الملامح ديال وجهه حتى تكون الصوره واضحه. قولوا لي بان الصوره واضحه، عطوني التعليقات ديالكم. ها هما الملامح ديال وجهه راه باينين، ما خرجش هو بهذا الكبوط هذا. اذا الملامح ديال الصوره راه واضحه كنظن من خلال التعليقات ديالكم، واضحه الملامح ديال الصوره. عطوني التعليقات باش هكا غادي ننهي هذا البث المباشر بعد لحظات. نتمنوا الصادقين باش انكم تساعدوا هالمغاربه اكيد من اجل الوصول للابن ديالو زيد كنيتو ابراهيمي زيد ابراهيمي. فسولوه الا شفتوا هذا الفيزاج هذا اللي كيبان سولوه غيقول لكم زيد ابراهيمي، عرفوه بانه هو. اذا الصوره واضحه كما كتقول الاخت زكيه، شكرا زكيه، شكرا عبد الغالي، شكرا الدراري كاملين اللي كيبارطاجيو، شكرا الناس راهم كيتضامنوا معك اشرف، راهم معك والله المغاربه كلهم كيقلبوا معك دابا مزيان. اذا المغاربه هما كلهم كيقلبوا معك، مسكين راه كيبكي بقوه ما راه ماشي سهله المغاربه، راه حاس دابا الناس اللي كيتفاعلوا راه هما اللي عندهم الكبده، عندهم وليدات ديالهم وما باغينش يفقدوا ولادهم، فكيحسوا بالواحد. فانا اكيد متيقن انكم غتساعدوه في العثور على الابن ديالو ان شاء الله باذن الله. هو غيوعدنا نلقى ولدو غيعيطنا نفرحكم المغاربه باننا لقينا ان شاء الله الوليد ديالو. شكرا متابعينا، الى امل لقاء بكم في بث مباشر اخر، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.